خير، أنا دعاء حاتم، أستاذ التصميم بكلية الفنون التطبيقية. اسمحوا لي أتكلم مع حضراتكم في موضوع الفن وجودة الحياة. هل الفن يؤدي إلى جودة الحياة أو يحسن من جودة الحياة؟ اسمحوا لي أطرح سؤال قبل ده. هل الفن ضرورة؟ أول سؤال اتسألناه وإحنا طلاب مستجدين في كليات الفنون هو السؤال ده، هل الفن ضرورة؟ وبالتالي أصبح بالنسبة لي باستمرار سؤالي الأول لكل طلاب الفنون فأول محاضرة لينا هو نفس السؤال، بمعنى هل الفن مهم زي ما الطب مهم ولا الفن رفاهية؟ الحقيقة الإنسان البدائي من أول ما عرف يصنع إناء يحط فيه مية يشرب منه أو يحط فيه طعامه فورا زينه، من أول ما ابتدى يصنع رمح أي أدوات لتعينه في الحياة ابتدى فورا يزينها. مش بس كده، ده هو من أول تواجده على كوكب الأرض وهو في احتياج لعملية الصيد، فبقى يطلع يواجه الحيوانات القوية اللي ممكن تبقى أكبر منه حجما عشان يصطادها علشان يعني يجلب لنفسه الطعام. واكتشف إن هما لما يشتغلوا كده في مجموعات بقت الدنيا أسهل ويقدر يصطاد أسهل، وبقى يسيب في الكهف الأطفال وكانوا بيخرجوا رجالة وستات في عملية الصيد. والحقيقة عملية الصيد هي عملية شاقة جدا، احنا هنخرج مثلا 5 6 وارد جدا نرجع 3 4، لان عملية الصيد عملية خطرة جدا جدا. فرجع ابتدى يدون كل اللي بيحصل في يعني عملية الصيد على الجدران، ابتدى يرسم الحيوانات، ابتدى يرسمها وهو بيهزمها وهو بيصطادها. واختلف العلماء هو بيرسم ده ليه، هل بيرسمه علشان يعلم كأنها رسوم توضيحية للأطفال جوه الكهف على عملية الصيد؟ ممكن. هل بيرسم علشان يعبر على انفعاله وخوفه ورعبه وهذه العملية العنيفة جدا اللي بيضطر يواجهها كل بضعة أيام يطلع ويصطاد ويرجع تاني؟ ممكن. هل بيرسم علشان يستجلب طاقة سحرية تعينه على عملية الصيد الشاقة؟ ممكن. في جميع الأحوال سواء كان بيزين أدواته أو بيعبر عن انفعالاته أصبح الفن مش بس ضرورة، ده الفن أصبح غريزة، احتياج شديد جدا جدا جدا. طيب أعرف منين إن أنا فنان؟ ببساطة إذا كان هذا الاحتياج للتعبير عن نفسك ضخم جدا ويعني أقوى منك، تشعر إنك في حاجة شديدة للتعبير عن أفكارك بأي وسيلة، سواء كان بالكتابة أو بالموسيقى أو بالرسم، تدوين هذه الأفكار، إنك ما بتستشعرش بالتوازن واكتمال التوازن النفسي غير بعد تفريغ هذه الشحنة، إذن أنت فنان. لكن هل يعني بعض الطلاب بيستشعروا الحرج بأنه لاقي نفسه مش عارف يرسم كلاسيكي فبيحس طب أنا كده مش موهوب؟ لا، ما هيش القضية إنك ترسم كلاسيكي أو ما ترسمش كلاسيكي، هي القضية هل أنت عندك احتياج، هل أنت عندك شغف شديد للتعبير عن نفسك، هي دي إنك تبقى فنان. لكن إنك عندك المهارات الكلاسيكية في الرسم والتلوين ده أول درجة من درجات القدرة على التعبير. حقيقي إحنا في كليات الفنون بنهتم قوي بالمهارات الفنية لأنها الحقيقة بتبقى بتسهل قوي على الفنان
في قدرته على التعبير، لكن مش هي دي المسلك الوحيد، بدليل ان احنا بنشوف انواع مختلفة جدا من الفنون للتعبير الفني، وبنشوف الفن الحديث، وعندنا الفن المعاصر، عندنا اساليب وصياغات متعددة للتعبير عن افكار ورؤى الانسان. طيب هتفضل دايما الفرق ما بين الرسم الكلاسيكي والرسم اللي مش كلاسيكي هو الفرق ما بين البصر والبصيرة. البصر هو العين بتشوف، البصيرة هو القلب ويختمر ويستقر في صدري، هي رؤيتي، هي وجهة نظري، وكأنها الفرق ما بين المعارف والوعي. المعارف هي بعض المعارف اللي احنا بنعرفها، هي الثقافة، هي المعلومات اللي احنا بنجمعها، إنما الوعي هي وجهة نظري. بعد ما عرفت هذه المعارف، خدتها، فكرت فيها كويس قوي قوي، تأملتها، تدبرتها، عملت لها تحليل، يعني شغلتها كده جوه في عقلي، عملت إعمال للعقل، ثم توصلت إلى نتائج، النتائج استقرت في صدري، عشان ربنا دايما بيقول لنا وحصل ما في الصدور، اللي جوه القرارات والآراء اللي أنا توصلت لها واستقرت في صدري، هي دي اللي أنا هحاسب عليها، هي دي الامتحان اللي أنا بامتحنه على كوكب الأرض. ربنا سبحانه وتعالى لما ادانا وحملنا بأمانة العقل علشان عقلنا يعمل إعمال للعقل وللمعارف وللحقائق، ثم نتوصل إلى آراء معينة وتخليني أختار. دايما أنا في حالة اختيار ما بين يمين ولا شمال، الخير ولا الشر، وهتحاسب على هذا الاختيار. كلما زاد وعي ونضجي، كل ما كان اختياري سليم، كل ما فزت في الآخرة وفزت كمان في الدنيا. وبالتالي إزاي يعني يزداد هذا الوعي؟ ده كل الأنبياء طلبوا من ربنا سبحانه وتعالى، يعني كان دعاء يعني اللهم ارزقنا الحكمة. الحكمة دي أمر جلل يعني، وكان دعاء اللي بعض الأنبياء إن ربنا يلهمهم الحكمة، لأنها رزق، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحقيقة الحكمة، نسميها الحكمة، نسميها الوعي، سميها زي ما تسميها، هذا الرشد بيجي من سكتين، سكة الروحانيات وسكة الفن. عشان كده السكتين دول بيجوا من التأمل، من الخشوع، من التدبر. عشان كده القرآن دايما ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بالتدبر والتفكر، أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون. وربنا سبحانه وتعالى خلق لنا هذا الكون الفسيح وزينه لنا بزينة بديعة، زينة بتتغير وتتنوع مع تغير الزمان، وتتغير وتتنوع مع تغير المكان. بنشوف الطبيعة يعني تتبدل ما بين فصول السنة وما بين أوقات اليوم الواحد، على مدار اليوم الواحد، الفجر غير الظهر غير الليل، البيئات الصحراوية غير الساحلية غير الريفية. ربنا سبحانه وتعالى حط لنا آياته في الطبيعة وفي أنفسنا علشان نتدبر ونتأمل بخشوع شديد واحترام شديد لما أعطانا اللي ربنا ادهولنا، علشان ندركه ونتعرف عليه ونتعرف على أنفسنا في هذه الطبيعة الجميلة، ندرك الجمال الخارجي والجمال الداخلي. الحقيقة الفنانين بيكونوا غاصوا كتير جدا في قضية مسألة التأمل دي، فبيجي دوره أنه ياخد رجل العادي، المواطن العادي، رجل المجتمع العادي، ويقول له تعالى شوف الوردة بس بعيني أنا،
إذا كنت بتمر كده مثلا على الوردة مر الكرام، لكن الفنان مش هيمر عليها مر الكرام. ده هو وهو بيرسمها برسمها بمصداقية شديدة وبيتوحد معاها بشكل كبير. يعني مثلا إذا تأملنا زهور قد كده، أنواع زهور مختلفة متنوعة قد كده، الزهور منها اللي بيعيش فترات قليلة ومنها اللي بيعيش على مدار السنة. لو مسكنا نفس الزهرة هنلاقيها موضعها على الشجرة مختلف، في زهرة بتبقى كده زهرة وباينة يعني بوضوح، وفي وردة تانية بتبقى مخفية بين الأغصان، وكأن كل زهرة هي كائن، هي بني آدم في حد ذاته له شخصيته بشكل كبير. في زهرة تبقى منفورة الصحة والعنفوان، وزهرة تانية تبقى منذ نشأتها يعني عليلة وضعيفة. الزهرة نفسها وهي بتمر بفترة مراحل حياتها، وبتبقى الأول صغيرة وخايفة يعني مضمومة بشدة، ثم تبتدي تتفتح وتستكشف الحياة أكتر، لغاية لما بنشوف الوردة وهي في كامل نضجها وكامل عنفوانها، وتبقى كأنها مدببة شوية زي كده الورد المحطوط في الفازة، ويبدو ان هو في يعني الوردة اخذت اكبر قطر ليها، اكبر مساحة ليها، لكن لو نفختها هتلاقي كل الورق ده وقع في ثانية، وكأنها بداية الذبول. الذبول بيكون في اكبر نضوج، يعني مراحل الزهور مراحل مثيرة للفكر وللتأمل بشكل كبير. ملمس الوردة ورائحة الوردة والانطباع عن الوردة، ما هيش القضية بس رسم الظاهر، هي القضية رسم الباطن، البواطن الأمور. إذا كان يعني ده تأمل لعنصر خارجي، بنشوف مثلا الفنانين وهم بيرسموا أنفسهم كتير جدا، يعني يكاد يكون أغلب الفنانين عملوا بورتريهات شخصية لأنفسهم، لأن هم بيحاولوا كمان يستكشفوا أنفسهم من الداخل. فنان زي ريمبرانت الفنان الهولندي العظيم رسم نفسه حوالي 43 مرة، في كل مرة يعني على مدار عمره بنشوفه هو رسم نفسه في شبابه، حيث النضارة والعنفوان والقوة والأمل والأحلام الكبيرة جدا، ويعني كأنه مسيطر، هو المسيطر على كافة الأمور. ثم بنشوفه في فترات نضجه في الأربعينات وهو بيرسم نفسه مازال محتفظ بقوة شديدة، ولكن القوة هنا مختلفة، فيها نضج أكبر، فيها وعي أكبر، فيها إدراك إني مش مسيطر على الأمور كاملة. بنشوفه فترات الشيخوخة وهو منهزم وهو منتصر وهو تايه في لحظات توهان، مش مدرك يعني مدرك أنه غير مدرك. الحقيقة من اللوحات الخاصة بالبورتريهات الشخصية لريمبراند من أجمل ما يكون، وهي يعني تستحق الدراسة عن قرب. بيجي المتلقي أو المشاهد ولما هو كمان يحاول يستكشف ويقرأ يعني المحاولات اللي كتبها الفنان التشكيلي، هو الحقيقة بالضبط زي ما قارئ بيقرأ رواية أو يقرأ كتاب، هو بيستزيد من الوعي وبيأخذ لما يبقى هذا الفن فن جيد وكتاب مكتوب بصدق ومكتوب بوعي يعني ونضج، بيستزيد القارئ، وكأن القارئ عاش حيوات أخرى ليس مجرد حياته بس، واستكشف شخصيات أخرى وفهم يعني معاني وأفكار يمكن هو في حياته في دايرة معارفه ما كانش هيستكشفها أبدا إلا من خلال أنه عاش الحياة مع الكاتب من خلال الرواية بتاعته أو الكتاب بتاعه.
نفس الكلام مع الفن التشكيلي، المشاهد بيشوف وبيستكشف عوالم أخرى الفنان بيعينه على استكشافها من خلال يعني تأمل اللوحات الفنية أو الأعمال النحتية أو القطع الموسيقية أيا ما كانت. كل ده بهدف الارتقاء بالوعي الإنساني والوعي البشري. الحقيقة يمكن إحنا بنمر الأيام دي ب يعني كورونا كوفيد 19، والحقيقة البشرية كلها على كوكب الأرض وقعها تحت ضغط بشري وضغط نفسي كبير قوي قوي. إحنا في أمس الحاجة لكلنا لممارسة أي نوع من أنواع الفن، زي ما إحنا محتاجين ممارسة الرياضة، وأعتقد يعني ده بقى أمر محسوم في العصر بتاعنا، إنه كلنا محتاجين ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتنا البدنية. فإحنا كلنا محتاجين ممارسة الفن، أي نوع من أنواع الفن، للحفاظ على يعني توازننا النفسي. أتمنى إن يجي اليوم اللي أشوف فيه رجل الشارع المصري بيمارس الرياضة وبيديها حظ من وقته، وبيمارس أي نوع من أنواع الفن وبيديها حظ من وقته، وبيمارس التأمل الحقيقي والتدبر وبيديله يعني حظ برضه من وقته، ويعني ما يبقاش إيقاع حياتنا إيقاع سريع جدا بنأدي فيه واجباتنا، يعني ليس لن تنتهي. إيقاع العصر إيقاع سريع جدا وساحق جدا، والوقت بيمر ونكتشف إن إحنا يعني قعدنا مع الناس ولبينا يعني مطالب الواجبات المفروض علينا، لكن نسينا نقعد مع أنفسنا قعدات يعني كافية لنتعرف فيها عن أنفسنا كما ينبغي، ونتأمل الطبيعة، ونمارس دورنا الحقيقي اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بيه وخلقنا على كوكب الأرض ليه. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب حياتنا كلها مليانة فن وتأمل وصدق وإبداع. أشوفكم على خير، شكرا جزيلا.